تعالوا نروح لحاجة أهم من اللي أنا بقوله ده بكتير، وهو الملتقى الدولي الأول للصناعة. النهاردة اليوم رقم 2 لهذا الملتقى. طيب خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور محمد شادي، الباحث في الاقتصاد السياسي بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية. يا أهلا 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 يا دكتور. أهلا بحضرتك يا أستاذ. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ أهلا بحضرتك. خليني يمكن هسألك على أهمية الملتقى الدولي الثاني للصناعة أو ملتقى دولي للصناعة في يومه الثاني ومخرجات هذا الملتقى يا دكتور. يا فندم، هو بداية كده الملتقى جاي في وقت زي ما حضرتك شايف كده اتجاه الدولة فيه بشكل كبير جدا لتمكين القطاع الخاص، ده كان الاتجاه الأساسي. جينا في المؤتمر الاقتصادي كنا بنتكلم عن تمكين الصناعة على المستوى المالي والمستوى النقدي، بعدها فورا بدأنا في الملتقى الأول للصناعة يعني، وده بيتكلم عن أدوات السياسة التجارية يعني اللي هي تمكن الصناعة وتخليها تبقى في صدارة الأنشطة المصرية. الملتقى أعلن بداية في أول أيامه كده عن مشروع اتنفذ أو بدأ تنفيذه، وهو الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعة اللي هي المبادرة الرئاسية ابدأ. والمبادرة الرئاسية ابدأ دي مبادرة يعني الناس كلها كانت بتتكلم عليها من زمان، ويعني ما كانش حد عارف ينفذها ازاي. بتجمع ثلاث حاجات مع بعض. الحاجة الأولى أولا تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ثاني حاجة نقل التكنولوجيا من الخارج وتوطينها في مصر، ثالث حاجة خل فرص عمل في القرى والمناطق النائية يعني بحيث انها تمنع الهجره من الريف الى المدن او تخلي فيه ثبات في الريف المصري. الثلاث حاجات دول ابدا جاي تعملهم مع بعض. بدايه كده ان اولا جايه يعني زي ما قلت لحضرتك كده تعمل المشروعات الصغيره والمتوسطه عن طريق ان هي تتفق للمشروعات دي مع الصناع الكبار اللي محتاجين مدخلات انتاج بيستوردوها من الخارج، بتشوف مدخلات الانتاج اللي هم محتاجينها، بتعمل ورش او يعني مصانع صغيره للمدخلات دي، بتديها لصناع صغيرين. الصناع دول بيبقوا في الغالب يعني الناس موجوده في السوق او الناس لسه بتفتح جديد لكن عندها خبره كبيره في السوق ده، بحيث انها تطلع منتجات تسد الفجوه الاستيراديه اللي بيستخدمها الصناع الكبار. وبكده عملنا حاجتين. الحاجه الاولى ان احنا خلقنا مشروعات صغيره ومتوسطه، خلقنا فرص عمل وللمشروعات الصغيره دي، وفي نفس الوقت سدينا حاجه المشروعات الكبيره اللي هو كده هيشتري منتجاته بسعر ارخص، مش هيتحمل تكلفه، مش هيتحمل نقل، مش هيتحمل شحن، مش هيتحمل تفريغ، ومش هيتحمل تخزين لانه المصنع الى جواره فورا، وبالتالي يبقى في الاخر خالص خلينا المنتج بتاعه منافس لما يجي يخرج للخارج، لانه المدخلات بتاعته او جزء منها اللي هو بيبقى 30% في الغالب يعني انخفض ثمنه بالمقارنه بقبل كده. ده بدايه. ثانيا بقى توطين التكنولوجيا، لانه الصناع الكبار بقى اللي كنت بقول لحضرتك عليهم من شويه دول اللي هم هياخدوا مدخلات وسيطه من مصانع صغيره، هم كمان عندهم مشكله كبيره جدا في المنافسه من الخارج، لانه في بينهم وبين الصناع الكبار زي الشركات العالميه مثلا في مجال الصناعات التكنولوجيه او الاجهزه المنزليه بقى في بينهم فجوه كبيره جدا بينهم وبين بعض وبين الصناع المحليين، ومفيش حد من الصناع المحليين قادر يدخل المنافسه بشكل كبير مع الشركات دي علشان كل واحد لوحده. ابدا قعدتهم مع بعض الصناع المحليين دول كلهم الكبار وقالت لهم انتوا ايه اللي ناقصكم عشان تنافسوا في الخارج؟ فقال لك والله احنا ناقصنا 1 2 3 4 بس، طب ليه ما بتعملوش المخرجات دي؟ فقال لك انه التكلفه عاليه جدا فبنستوردها. طب خلاص التكلفه عاليه، التكلفه عاليه على واحد بس، طب ايه رايكم لو كلنا احنا السبعه او الثمانيه او الخمسه قعدنا مع بعض وصنعناها، التكلفه تقل علينا احنا كلنا، وبالتالي يبقى رفعنا قيمه المنتج بتاعنا، خلقنا مجال جديد للمكسب، في نفس الوقت كمان صدرنا، وده اتعمل مع الكمبروسرات بالذات. الاجهزه المنزليه المصريه كلها بتستخدم كمبروسرات مستخدمه من الخارج، سواء التكييفات او الثلاجات المصريه كلها الصناع المصريين بيجيبوا كمبروسراتهم من الخارج. اتعامل مصنع كمبروسرات في مصر هيطلع المفروض 6 مليون كمبروسر، ال 6 مليون كمبروسر دول منهم 2 مليون هيدخلوا في المنتجات المصريه و4 مليون هيتصدروا في الخارج كقطع غيار او مدخلات انتاج لصناع اخرين. اهو ده الكلام. وبكده يبقى سدينا فجوه كانت شغاله طول الوقت ومحدش عارف يعني يوقفها،
علشان ما فيش تعاون بين المنتجين دول اللي كانوا بينافسوا بعض في السوق المصري، فحولنا المنافسه الى نوع من انواع الشراكه. ده طيب النوع الثاني. ده معناه هنا دكتور اصله اللي احنا بنتكلم فيه ده بنتكلم على اقتصاد كم؟ صحيح، حلو، اقتصاد حجم. انا بالظبط كده، ايكونومي اوف سكيل يعني. طيب انا السؤال اللي انا يمكن بفكر فيه دايما بصوت عالي، ما هو دي برضو ما هياش فكره يعني جايه فجاه من السماء، ما هو الدنيا كلها عارفه ده وكنا بناخد ده في الكليه. ايه اللي كان مخلي الصانع او التكتل الصناعي محجم؟ صنع بكميات ضخمه، التكلفه بطبيعه الحال هتقل، عندي جزء للاستهلاك المحلي وباقي للتصدير. ده اللي واجع لي دماغي، يعني احنا ليه ما بنتحركش غير لو حصل توجيه من القياده فوق، ما تشتغل على كذا، ما نعمل كذا. ليه الصناع عندنا مستنيين؟ بيستنوا ايه؟ يا فندم هو بص حضرتك، كل حاجه منتظره اللحظه المناسبه، زي انا اسف يعني مع فرق التشبيه بكتير جدا، زي اللحظه بتاعت كره الثلج لما تتكون. هي الحدث بيبقى محتاج هزه بسيطه، بعد كده بيبقى شويه ثلج صغيرين بيكونوا كره ثلج كبيره. هو ده الحدث نفسه بيكسر الزخم. الازمه الماليه اللي احنا موجودين فيها والعالم كله فيها، والازمه الاقتصاديه والازمه الصناعيه اللي العالم موجود فيها كله، خلق فرصه دلوقتي كبيره جدا لمصر، مخليه مصر عندها قدره كبيره جدا انها تتحول الى بدايه لعدد كبير جدا من سلاسل الامداد. اللحظه نفسها فارقه للغايه وبتكسب مصر يعني فرصه كبيره، مع انه بقى في اراده سياسيه كبيره ان هي تخلق يعني مجال لفرص عمل وتقلل الوارد وتزود الصادر، وبالتالي عدد من الظروف اكتمل، عشان كده بنشوف اللي بيحصل دلوقتي. طيب كمل يا فندم. الحاجه الاخيره بس اللي كنت عاوز اشير لحضرتك ليها، انه لو حضرتك يعني تابعت حياه كريمه الفتره اللي فاتت كلها، حياه كريمه كانت بتعمل مهمه عظيمه للغايه، ان هي بتعيد تاهيل القرى، 58% من السكان المصريين عايشين فيها. صحيح. بتعيد تاهيلها من ايه زي ما بيقولوا كده يعني عندنا في البلد، يعني من الترعه للبحر. بتاخد البلد كلها من اولها لاخرها، رصف، بيوت، كهرباء، ميه، و و و، بتظبط البنيه التحتيه بتاعت البلد كلها، بتعمل لها شويه مرافق كويسه جدا تخليها يعني قادره تبقى تستغرب الناس اللي فيها. لكن حياه كريمه لان هي يعني مبادره قايمه على البنيه التحتيه اكتر، كان بينقصها جانب هي ما بتقدرش تعمله اللي هو جانب التشغيل. بتعمل جزء منه لكن ما بتعملوش بالقدر الكافي. ابدا بقى جايه تلحم مع حياه كريمه، فبتكمل ان هي توفر لها التشغيل، وتوفر لها التشغيل عن طريق الجزء اللي قلت لحضرتك في الاول، ان هي بتخلق مجمعات صناعيه بتوفر فرص عمل للشباب بتوعها علشان يخدموا على الصناع الكبار من ناحيه، وعلشان يخدموا على كل الانشطه اللي فيها فرصه ميزه نسبيه للكره دي. زي مثلا لو مثلا عندنا مثلا قريه متخصصه في صناعه السجاد، ابدا بتيجي تعمل لهم مجمعات لصناعه السجاد. عندنا مثلا مجموعه من القرى بتشتغل في الطماطم وكده، تعمل لهم مصنع لانتاج الصلصه، وبتتفق مع المصانع دي على اشراء انتاجهم وتسويقه وبسعر منافس للغايه. عشان كده ابدا ده كيان كبير عنده شركه مخصوصه لتسويق المنتجات بتاعت المجمعات الصغيره دي، وعنده شركه ثانيه لدراسه ابحاث السوق علشان تخلق للكره دي مجال للتنافس عن طريق الميزه النسبيه بتاعته. ده احنا كده كمان نبقى عايزين حد يشتغل مع ابدا عشان يفتح لي ابواب للتصدير. يعني انا بس هو الاول عاوز يغطي الفجوه المحليه الموجوده، يعني مثلا عند حضرتك مثلا ايه منتجات الصلصه دي، احنا عندنا فجوه كبيره منها وبنستورد. طب خلاص انا هشوف الفجوه فين، هتفق لكم مع المولات والموزعين الكبار وهوزع انا الصلصه دي عليهم وبسعر منافس، ويبقى عندي طول الوقت يعني امداد من السوق للمولات دي، وابقى خلقت فرصه عمل. طب بلاش، عندنا مثلا نقص كبير جدا من المفصلات والحاجات بتاعت النجاره، حدايد. الحدايد صحيح، هنخلق فرصه للمجمعات دي بان احنا نشوف المقاولين بتوعنا، نشغل الناس دي في المشروعات القوميه وهكذا. طب انا هنا عندي سؤال يا دكتور. انا اكيد فاهم انه مفيش دوله في الدنيا تقدر تعمل او تصنع كل مدخلات انتاجها، مفيش حاجه اسمها كده. لكن انا هنا بقى يبقى سؤالي،
انا عارف ان انا بستورد كتير جدا من مدخلات الانتاج بتاعتي، لكن انا هنا بقى قدرتي الصناعيه وقدرتي الانتاجيه اقدر اصنع وطنيا او محليا تقريبا كم في المية من مدخلات انتاجي؟ احنا فندم الهيكل الوردات بتاعنا 65% منه مدخلات انتاج. هيكل الوردات بتاعنا ده 77 مليار دولار، 45% منه يعني قول حضرتك اكتر من 30 مليار دولار معظمهم مدخلات انتاج. الدوله عاوزه تغطي 12 مليار دولار منهم عن طريق هذه الـ يعني المبادره دي، ومعاهم مبادرات ثانيه. حلو. وحضرتك قول لي هل نقدر نعمل ده؟ احنا بنشتغل على نوعين من المنتجات اللي ممكن نغطيهم. اولا المنتجات اللي مش محتاجه قدره صناعيه كبيره، زي مثلا يعني قدره صناعيه تكنولوجيه عاليه، زي مثلا ايه المحصلات، ايوه الحاجات البسيطه اللي محتاجه خطوط انتاج بسيطه تغطي الدنيا دي. اول حاجه. تاني حاجه انا بشتغل على المنتجات اللي ليها طلب فعلا عندي كبير، واقدر يعني ايه يعني اوظفها فورا، زي مثلا يعني الصوصه بتاعت اللي هي عارف حضرتك ايه الصوصه، مش الصوصه بتاعت الهدوم، الصوصه بتاعت الانتاج الصناعي. ايوه الصوصه. زي مثلا الصاج اللي هو عاوز يتعمل بالليزر، الحاجات دي الصناع بيطلبوها، الصمويل الصغيره، المسامير الصغيره، الحاجات دي الصناع بيطلبوها في مصر بشكل كبير جدا من الخارج، وانا مش محتاجه قدره صناعيه كبيره، كل اللي محتاجاه اقتصاد حجم عشان نطلع كميه كبيره منها طبعا نقدر نبيعه. وبالتالي الاثنين دول مع بعض يخلوني أأمن عدد كبير جدا من الفرص، ويخلوني أخلق لنفسي منتج أقدر أبيعه للصناع بتوعي أصلا هم محتاجينه، الصناع طالبينه جدا، يوفر عليهم شحن وتسويق وتخزين ودولارات بيدفعوها هيشتروا بالمصري بدل ما يشتروا بالدولار، يخلي السعر بتاعهم أكثر تنافسية. وبالتالي أنا ما بين قوسين أهم حاجة عندي معايير الإنتاج والجودة، يعني دول قوسين ثقيلين. هو اصلا مش هيشتري الا لو المنتج كويس. الصانع نفسه مش هيشتري الا لو المنتج عنده يعني يبقى على معيار عالي من الجوده، زي اللي بنجيبه مثلا من اوروبا ولا من امريكا ولا ايا كان الدول اللي بنستورد منها هذا النوع من مدخلات الانتاج. انا عايز اشكرك يا دكتور، كل الشكر ليك دكتور محمد شادي الباحث في الاقتصاد السياسي او باحث الاقتصاد السياسي بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجيه.